مرحبا. بعدما قمنا بإنشاء تطبيق خاص بنا وإضافة العناصر الأساسية من الهيدر، قمنا بإضافة الشعار واسم التطبيق الخاص بنا وإضافة زر ساين اب والصورة الأساسية للموقع. نقوم الآن بالضغط على بريفيو. كما يظهر أمامنا الآن العناصر مرتبة بشكل جيد، والآن سنتعرف معا على كيفية تصميم الهوم بيج واللاي اوت وكيفية إضافة أي صور أو فيديوهات أو أي عناصر أخرى يمكن أن تساعدنا في الهوم بيج الخاصة بنا. من أجل هذا نستعين بأداة تسهل علينا هذا العمل، هي الفريمز كروم اكستنشن. ستجدون الرابط الخاص بها لتحميلها في الريسورسز. بعدما نقوم بتحميل هذه الأداة وإنشاء حساب جديد تظهر لنا هنا، نقوم بالضغط عليها. نجد هنا مختلف العناصر جاهزة، من مثلا نقوم بإضافة الآن هيرو متكون من نص وصورة وكذلك زر. لاستخدام هذا العنصر نقوم بعمل كوبي ثم بعد ذلك نضغط على بيست within view. يظهر لنا العنصر هنا، نقوم بتوسيطه من خلال الضغط على center horizontally. والآن نقوم بتغيير النص على حسب حاجتنا. سنغير حجم الخط الخاص بنا. ونقوم ببعض التعديلات ليظهر النص بشكل جيد. دائما نقوم بترك المسافة 20 بيكسل ليكون الظهور بشكل جيد. يمكننا إجراء أي تعديلات على هذه السكشن بما يناسبنا. أن نقوم بإضافة نص بسيط. الآن نقوم بتغيير نص هذا الزر إلى مثلا Discover أو أي نص تراه مناسب بالنسبة لك، ونختار ستايل موحد لجميع أزرارنا. الآن يمكن إضافة صورة مباشرة هنا من خلال الضغط على Clear وإضافة صورة جديدة، لكن سنستعمل معا خاصية جديدة وهي إضافة بلوجين لعرض مجموعة من الصور معا، وهي السلايد شو. بعد ما نقوم بكتابة اسم البلوجين نضغط على انستال ثم دون، نعود الى ديزاين ثم نبحث عن سلايد شو، نجدها في الفيزيوال اليمنت. نعدل الحجم ليكون مناسب ويظهر الاليمنت داخل الجروب. لنقوم بإخفاء الأزرار التي تظهر على الجانب والنقاط في الأسفل، نتوجه لـ Show Navigation Dots and Show Arrow Buttons ونقوم بعمل Uncheck. بعد ذلك نضغط على Upload Image لتحميل أول صورة.
لتحميل صورة أخرى نقوم بالضغط على أبلود أنذر إيمج ونختار الصورة التي نود إضافتها. الآن الصور الخاصة بنا أصبحت جاهزة والسيكشن الذي قمنا بإضافتها تم الانتهاء منها. لإضافة أي عناصر أخرى نتوجه فقط لهذه الأداة واختيار أي عنصر. هناك عدة عناصر يمكن استخدامها كتستمونيالز، تايتلز، تيمز، ويوفر كذلك الهيدر والفوتر. يعني فقط بعمل كوبي وبيست وإضافة فقط التعديلات التي تريد. الآن سنستعرض العناصر التي قمنا بإضافتها. نضغط مباشرة على بريفيو. كما نلاحظ الآن الصور هنا تتغير مثل ما قمنا بإضافته من خلال سلايد شو، والعنوان والزر والنص الذي قمنا بإضافتهم كذلك. الظهور يبقى جيد مهما اختلفت أحجام الشاشة، مثلا هنا على الهاتف يبقى الظهور جيد، وهذا يعود لاستخدامنا لأداة الكروم إكستنشن التي تساعد في إضافة الجروبات، بحيث مهما تغيرت الشاشة نحافظ على نفس التناسق. نلتقي في الفيديو القادم لمراجعة ومشاهدة العناصر التي قمنا بإضافتها. في هذه الصفحة نضغط على Element Tree، تظهر أمامنا جميع العناصر. مثلا هذا هو آخر عنصر قمنا بإضافته. نضغط على زر الزائد ونستعرض جميع الجروبات الموجودة، مثلا جروب السلايد شو وجروب النص والزر والعنوان. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو.